مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة. التفسير الموضح لسور حزب سبح مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف زاهر. الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة جمعناها على حلل البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة من المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في هذه الحلقة 29 من سلسلة التفسير الموضح لسور حزب سبح. في هذه الحلقة سنتحدث عن آخر سورة من القرآن الكريم. آخر سورة من القرآن الكريم هي سورة الناس، وهي من المعوذتين التي رقى بهما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا في الحصة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ووقع عليه السحر من طرف يهودي في المدينة اسمه لبيد بن الأعصم، وبقي أثر السحر حتى رقاه جبريل عليه السلام بهاتين السورتين العظيمتين، وكان قد عقد عليه 12 عقدة ونزلت 12 آية، فكان كلما قرأ آية انفكت عقدة من تلك العقد حتى انفكت العقد 12. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. وذكرنا أيضا معنى أعوذ، وهي بالذال المعجمة وليس بالدال المهملة. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي بالله سبحانه وتعالى رب الناس. فإذا خفت من شر الناس، وخفت من أذى الناس، وأرهقك كلام الناس، وصعب عليك أمر الناس، فعليك برب الناس، عليك برب الناس الذي يملك قلوب العباد. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ابحث على رضا الله ولا يهمك رضا الناس، فإذا رضي الله تعالى عنك أرضى عنك الناس، كما في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويزرع له القبول في الأرض، أي يزرع له القبول في قلوب الناس. والعكس أيضا: إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل فينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ويزرع له البغضاء في الأرض، أي يكرهه الناس ويبغضه الناس. إذن أنت دائما وأبدا سارع إلى إرضاء رب الناس، وعند ذلك سيرضى عنك الناس. وإياك ثم إياك أن تسخط رب الناس فيسخط عليك ويسخط عنك الناس سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس الذي يملك عباده ويملكهم، وهو مالكهم وملكهم ونواصيهم بين يديه سبحانه وتعالى، يتصرف فيهم كيف يشاء.
ملك الناس، إله الناس، أي معبود الناس، الذي يعبده الناس والذي يستحق العبادة من جميع الناس، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، وأحمرهم، غنيهم وفقيرهم، جميع الناس معبودهم الحق هو الله. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بالحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما المعبودات بالباطل فهي كثيرة، منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد البقر، منهم من يعبد القبر، منهم من يعبد يعني النجوم والشمس والقمر والملائكة والأنبياء، وكل هذه المعبودات من دون الله باطلة. المعبود بالحق واحد، وهو إله الناس، رب الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس هو الشيطان، فله صفتان، وسواس وخناس، وسواس في حالة وخناس في حالة. وسواس إذا كان الإنسان في طريق المعصية وبعيد عن الله، فإن الشيطان يوسوس له. إذا ترك الأذكار وترك الاعتصام بالله وترك الوضوء وترك الصلاة وترك أذكار اليوم والليل والنوم وترك أذكار الدخول والخروج، يسيطر عليه الوسواس، الشيطان الوسواس يكثر عليه من وسوسته. أما إذا استعاذ العبد برب الناس وذكر أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج في جميع أحواله، يذكر الله تعالى، فإن الشيطان يخنس، يترك الوسوسة ويكف الوسوسة فيخنس، فيصبح بذلك خناس. فهو وسواس وخناس، وسواس لمن ترك الذكر وابتعد عن الاستعاذة برب الناس، وخناس بعيد عمن التجأ إلى رب الناس وذكر الله تعالى ليلا ونهارا. من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس يكثر من الوسوسة في صدور الناس. وإذا خاف الإنسان من الشيطان ولم يستعذ بالله من الشيطان ولم يقم بالأذكار والأوراد ويعني الرقى التي علمها رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم، لم يقم بها، فإن الشيطان يسيطر عليه ويكثر من الوسوسة عليه حتى يمرض. وإذا مرض بالوسوسة فإنه يبقى على هذه الحال، إذا لم يكثر من قراءة البقرة ولم يكثر من الأذكار، فإن الشيطان يزيد عليه رهقا ويزيد عليه سيطرة. فالذي يجعلك تتقي شر هذا الوسواس الخناس هو الاعتصام برب الناس وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا كثرت الوسوسة على العبد فقد يصلي ثلاثا ويظن أنه صلى اثنتين، ويعيد الثالثة ويظن أنه لا زال في الأولى، وربما يتوضأ ويصل إلى المرة الثالثة ويقول لا زلت في الأولى، أو يصل الثانية ويقول لا زلت في الأولى، وهكذا يكثر عليه من الوسوسة. والموسوس له أحكام في الشرع. الموسوس غير الإنسان العادي، يبني على الأكثر. الإنسان العادي يبني على الأقل. الإنسان العادي الذي ليس موسوسا إذا صلى وقال هل أنا الآن في الثالثة أم في الرابعة، يبني على الأقل، يقول أنا في الثالثة، يلغي الرابعة ويزيد الركعة. أما الموسوس فإنه يبني على الأكثر، إذا قال لست أدري هل أنا في الثالثة أم في الرابعة، يقول أنا في الرابعة. لماذا؟ لأنه إذا قال أنا في الثالثة ربما يزيد الرابعة ويبقى دائما موسوسا. فذلك حكم الموسوس ليس كحكم الإنسان العادي في الوضوء وفي الصلاة وفي غيرها، فإنه يبني على الأكثر ولا يبني على الأقل. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هناك من ذكر من أهل التفسير أن الناس الأولى عامة والناس الأخيرة خاصة. الذي يوسوس في صدور الناس الجن والإنس، بمعنى الناس الأولى يدخل فيها الجن والإنس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الناس الآخرة يدخل فيها الإنس فقط، لأنها ذكرت مع الجن. فإذا ذكرت الناس دون أن يذكر معها الجن فيدخل فيها الجن والإنس الثقلين.
وإذا ذكر الجن والناس فإن الناس يقصد بها الإنسان والجن يذكر بها يقصد بها الجن. هكذا تعلمنا هذه الصورة العظيمة كيف نلتجئ دائما في شؤوننا إلى رب الناس ونعتصم به سبحانه وتعالى. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ هذه الصورة مع صورة الإخلاص وصورة الفلق عند النوم وعند الدخول وعند الخروج وفي كثير من الأذكار، أذكار الليل وأذكار النهار وأذكار الصباح وأذكار المساء وفي غيرها من المواطن التي نحتاج فيها ونحن دائما محتاجون إلى ربنا سبحانه وتعالى ليعصمنا من شرور الإنس والجن وسائر المخلوقات. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة. التفسير الموضح لسور حزب سبح مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف زاهر. الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة جمعناها على حلل